أسعد الله أوقاتكم. فكر بتركيز بشخص تحبه واختر رقماً. القراءة عامة وقد لا تنطبق على الجميع. خذوا نفساً عميقاً واختاروا. 2 6 9 7 5. رقم 2. قد يكون هذا الشخص غدار ويتحدث عنك بسوء، والله أعلم. رقم 6. هو شخص خائن. رقم 9. يوجد طرف ثالث. رقم 7. يحبك وهو يفكر بك كثيرا. رقم 5. هو ينتظر منك مكالمة ويوجد تدخل من أشخاص بهذه العلاقة. وبالتوفيق للجميع.